اهلا وسهلا ومرحبا بكل متتبعي الاعزاء. ان شاء الله غادي نجدوا مع بعضياتنا واحد الطبق اللي كيشهي طبق المناسبات، كسكسو التفايا، طبق تقليدي كسكسو التفايا بالدجاج محمر اللي كيجي ولا اروع، كيجي واحد الطبق لذيذ وكيشهي. كسكسو رائع، كسكسو المناسبات. وغادي ندوزو نشوفو المكونات والطريقة مع بعضياتنا. اول حاجه غادي نبداو بالدجاجه وحده، واللي بغى يضاعف يدير جوج دجاجات ولا ثلاثه غادي يضاعف المقادير. غادي نديرو دابا قياس دجاجه وحده، يعني غنديرو المكونات ديال دجاجه وحده، واللي بغى يضاعف جوج دجاجات ولا ثلاثه غادي يضاعف المقادير. هنا كنجيب واحد الزلافه كندير فيها واحد نص كاس ديال الماء ولا كاس ديال الماء ديال اتاي، فيها معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، هنا عندي راس معلقه ديال المروزيه ديال الدجاج، عندي الملح، اطيب لكم الملح لاننا ديجا غاسلين الدجاج بالملحه والحامض اللي الملح والخل كتروش. غادي نخلطوا التوابل كلها مع بعضياتها، وغادي نفروها على هاد الدجاج هادي ونشعلو عليها النار تكون العافيه متوسطه، ونخليو هاد الدجاجه تشحر فهاد فهاد العطريه هادي تشربها، لان كتشوفوا الدجاج ديالنا ما مرقدش، يعني غادي نشحروه فهاد الاقامه باش تدخل فيه. غتشوفوا معايا اللون ديالها غيتبدل. غادي نزيد زعفران شعره، صافي. غادي نشعلو ليه العافيه، غادي نقلبو الدجاجه على السدر ديالها، لان تنعرفو السدر هو اللي يكون قاصح كيبغي يطيب. الدجاجه ديالي هي كتشحر في الاقامه كيف ما شفتو، كنبداو بالسدر هو الاول، خلوها تشرب ديك الاقامه، غتشوفو اللون ديالها كيتبدل. نقلبنا الجهه الاخرى، شفتو خدات اللون ديالها الكافي. دابا غادي ندوزو نشوفو المكونات اللي غادي نزيدو عليها باش نوجدو المرق ديال الكسكس. غنحتاج واحد جوج بصلات متوسطين، وحزمه ديال الربيع، كتشوفو هنايا الدجاج خدا اللون ديالو. غادي نزيدو عليه كاس ديال الزيت البلدية، كاس ديال العنبة، وغادي نزيدو البصلة اللي قطعنا، صافي. غادي نسدو عليها ونخليو ديك البصله تشحر مع الدجاج. هنا عندنا كميه ديال نص كيلو ديال السميده، غادي نرشها ربع كاس ديال الماء، ربع كاس كافيه، نلبسها كلها بالماء. الدجاج ما نساوش مره مره نحركوه، خاصنا نحافظوا على ديك الجلد ديالو. وهنا غادي نحط الكسكاس ديالي، غادي يفور ليا الكسكسو على ديك هي على ديك المريقه فاش كتشحر الدجاج. غاديش نتسناو تنسقيو بالماء عاد نفورو، لا، هو كيتشحر الدجاج. وانا غندير الكسكسو ديالي فور، بعد ما فار كنضيف نص كاس ديال الماء ولا كاس صغير،
كاسه ديال الماء كافي. انا كنعطيكم دابا قياس ديال نص كيلو السميده. هذه السميده الرقيقه هي اللي كتجي مع التفايا 100%. وكنديروا الملحه طبيعه الحال، الملحه القياس كافي. شوفوا معايا البصله دابت، غادي نزيد ديك الحزمه ديال الربيع، نزيدو الماء الكافي. الماء ملي غنزيدو الكافي نزيدوه في الجبن، ما نخوش على الدجاج باش يحيد منا ديك التصبغات ديال العطيه، لا نخوه غير في الجبن. شوفوا المرقه اصلا كتبان لكم راه عاقده من الاول، لان البصله هي اللي كتعقد لينا المرق، كيجي خاسر. نخليو الطنجره ديالنا تتغلى، نخليو الدجاج يطيب، ما نساوش من التحراك باش ما يلتصقش. شوفوا دابا الدجاج ديالي راه طاب، باش غادي نعرف تنجيب واحد الكارطون ولا موس، كلا ما خرجش الدم صافي راه طاب. اصلا الدجاج ديالي طابت، انا كيك كنعطيكم كافيكا لما خرجش الدم صافي، الدجاجه وجدات لان باقي غادي ندخلها الفران تحمر. ما نخليوش الدجاج ديالنا ساعات يطيب ويهرى، يطيب صافي حبس. غادي نديرو السميد ديالي تشور المره الثانيه، المرة الثانية غادي نعطيوها واحد جوج كيسان من داك الكاس الصغير اللي درنا منه جوج ونص قياس، اللي باش رشيتو المرة الأولى ترشو به المرة الثانية، القياس ديال جوج مرات ونص. السميدة في التفويرة الثانية كتبغي الماء، كنضيف هنا واحد معلقة صغيرة ديال السمن، معلقة صغيرة ديال مطيشة د الحك، كنخلطهم مزيان وكندهن بهم الدجاجة ديالي. الدور ديال المطيشه د الحك كتفيكسي لنا داك السمن، مكتخليهش يهبط لتحت، وكتعطي اللون وتيجي واحد المذاق اللي هو رائع. الدجاجه ديالي كلها بعد ما دهنتها غادي ندخلها الفرن اللي ديجا سخون. هنا الكسكسو ديالي صافي هو وجد، التفويره الثالثه غادي نضيف له معلقه ديال السمن، هذا السمن المنزلي. غنجيب طبق التقديم وغادي نحط فيه الكسكسو ديالي، وغادي نسقي بداك المرق اللي موجود عاقد تبارك الله. شوفوا نسقي الكسكسو مزيان، نحاول نسقيه، كل ما عطيتو السقوه كل ما هو مزيان. تبارك الله المريقة كتجي عاقدة، يعني ما خصناش نكثروا الماء، الماء بزاف غير القياس اللي غيجي لنا الكسكسو. هنا كنبدا نضيف التفايا ديالي، التفايا غادي نحطها لكم في صندوق الوصف، التفايا كتجي غزالة بالزبيب. نحط الدجاجة محمرة ديالي فوق التفايا، وكنبدا نزين بيض السمان مسلوق. والتزيين تيبقى اختياري، وفوق كنحط واحد شويه ديال التفايا باش غادي نحط فوق منه اللوز اللي حمرنا. اللوز ملي كنفسخوه كنديروه في الزيت بارد،
كنفسخو كنديرو الزيت بارد عاد تنحطوه على عافيه مهيله باش كيتحمر على خاطرو. وصافي التفايه ديالي ولا الكسكسو التفايه يا وجدات. تبارك الله كتجي واحد الطبق لي هو رائع ولذيذ والضيوف. وهنا تنقول لكم انا بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نال رضاكم وتكون عجباتكم. ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.